تنتقل إلى قطاع غزة فرقة دواوين تقدم الأغاني التراثية والثورية مع الزميل أحمد حرب. على وقع الأغنية الوطنية بدأت فرقة دواوين رحلتها بتقديم الأغنية بشكل حديث ومتطور بحفل أقامته بمدينة غزة. التفاعل كان حاضراً وبقوة من قبل جمهور متعطش لمثل هذه الحفلات التراثية الوطنية. طبعاً الهدف من الفرقة هاي إنه إحنا نعيد إحياء التراث الفلسطيني ونعيد إحياء الأغاني الفلسطينية الثورية اللي شبه يمكن نامت أو انمحت. طبعاً الناس اللي بيشاهدونا الآن أكيد بيزيد عندهم الحس الوطني أو بيحبوا الإشي هذا، لأنه فعلاً منا الأغاني اللي بنغنيها فعلاً في محيطنا في مجتمعنا من تراثنا من الأشياء اللي كنا نعملها فعلاً، فالإشي هذا راح يكون حلو كتير عليهم لما يسمعوا. كمان رسالتنا للعالم اللي برا انه احنا مش شعب بنقاتل بس او بنحارب، نشعر وبنحس، فطبيعي انه احنا رسالتنا لهم انه احنا ناس بنحب الفن وبنحب الموسيقى وبنحب الحياة. الاعداد لحفل دواوين يحتاج لشهور ووقت كثير من قبل الفرقة التي تتكون من 50 شخصا ما بين مدربين وفنيين واداريين بالاضافة الى اعضاء الفرقة الموسيقية. احنا بالفن اللي بنقدمه الفن الوطني والثوري، يعني ما حد عمل اللي عملناه هذا قبل هيك، فهذه كانت يعني فكره جديده والشعب يعني محتاجها كثير انه يسمعوا الاغاني الوطني. احنا اللي بنجدده الاغاني، عندنا اغاني يعني من السبعينات ومن الستينات يعني بنعيد توزيعها. فرقة دواوين تهدف من خلال إقامة حفلاتها الغنائية الوطنية إلى بث الروح الكفاحية وتفعيل ما هو وطني في أذهان المواطنين لتجاوز ما هو حزبي. أول شيء أنها بتسعد الجمهور، بتسعدنا نحن رغم أنه سواء اللي كان مشارك فيها أو اللي مو مشارك، فإنها بتسعد الموجودين. غير هيك أنه أنا بفضل أنها تبقى مستمرة على طول لأنها من أروع الفرق ومن أقوى الفرق. يعتبر البعض أن الأغاني الوطنية الفلسطينية دافعاً وحافزاً ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في كافة تواجد الإنسان الفلسطيني. أحمد حرب، الفلسطينية، قطاع غزة. يعطيهم ألف عافية لدواوين، وفكرة ومبادرة بالتأكيد وعمل رائع وتقديم الأغاني التراثية والثورية بشكل جديد وأسلوب حديث، وهذا كما شاهدنا لقي إقبال كبير والناس والشارع بحتاج لهذا النفس، ويمكن دائما التعويل على الشباب بخلق هاي الروح وبثها من جديد. يعطيهم ألف عافية وكل التوفيق لهم. بإمكانكم أيضا البحث من خلال يوتيوب لمقاطع مختلفة من فرقة دواوين. شكرا لك يا أحمد.